مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج سكرين شوت. طبعا كما عودتكم برنامج سكرين شوت ان كل حلقه بتكون مختلفه عن الحلقه السابقه. النهارده هيكون موضوعنا بيهم كل اسره، بيهم كل فرد في المجتمع. وما اقول فرد يعني بختص بالفرد، لان احنا قبل ما اقول فرد بقول الاسره، ليه؟ لان الاسره هي اللي من خلالها هننتج فرد او هيكون عندنا فرد ذو شخصيه قويه وشخصيه سليمه. النهارده موضوعنا مختص في تربيه اولادنا، ازاي نقدر نربي اولادنا تربيه سليمه، ازاي ننشا عندنا طفل او ابن في مختلف مراحل العمر، بس في خلال هذه المراحل بيكون عندي اصول الفن في التربيه. طبعا عشان اقول فن التربيه واقول واتكلم عن اطفالنا وعن كيفيه التعامل معاهم، كان لابد يكون معايا شخصيه جميله، شخصيه مميزه. طبعا انا بشكر الشخصيه دي، لان الحلقه اللي فاتت ناس كتيره جدا اعجبت باللباقه وبالثقافه اللي اتكلم بيها، خصوصا عن اهتمامه بالمراه والحقوق، لحقوق المراه. لذلك كان من الطلب يعني من عده يعني هنقول جات لي تليفونات كتير وكانوا مشددين جدا ان احنا نفسنا يكون معانا حلقه مره تانية. وبالفعل يعني هو سمح ان هو يكون معانا النهارده، معانا ومعاكم دكتور ابراهيم الطنطاوي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفتنا النهارده ومنور برنامج سكرين شوت. مرحبا بيكي وبالساده المشاهدين. احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك، ودايما كده تكون منورنا في كل لقاء، لقاءات متعدده طبعا. وحضرتك طبعا ليك برنامج المختص اللي هو كل الناس بتحبه ان شاء الله، ونورتني برضو ببرنامجك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. والله يا دكتور النهارده عايزين نتكلم عن يعني فن التربيه. زي ما احنا عارفين ان التربيه يعني تربيه اولادنا لازم يكون فيها سياق معين، ولازم يكون ليها اسلوب واداء عشان نقدر ننتج او عشان نقدر يطلع عندنا طفل سوي، او يعني نقول ناجح ويحاول ان هو يكون ذو قوه وذو هنقول ذو ايه بقى، يعني هقولها بالعاميه كده، يكون ليه وضع في المجتمع، يقدر يفيد بلده، يقدر يفيد كل امه وابوه وطنه كل حاجه فيه. ده كله بيترتب على ايه؟ فن التربيه. ازاي يكون عندي فن التربيه؟ قبل ان ابدا كلامي فاود ان اقول الازمه ازمه اخلاق، فان صلحت الاخلاق صلحت الامم ونهضت الى اعلى، وان فسدت الاخلاق فسدت الامم وهبطت الى اسفل، وبل وغرقت وحينها لم تجد من ينقذها. الاخلاق لا تنبع الا باصل الاصول وهي النشأة. تاني، الاخلاق منبع الاخلاق لا يظهر الا واذا سبقته خاصية، بل أصل الأصول وهي النشأة. يعني لازم يكون النشأة سليمة. النشأة في قواعد. أنا دلوقتي لما أجي أبني بيت، أول حاجة بعمل إيه للبيت؟ بأسسه وببني له قاعدة، والآخر بالبلد كده بطلع إيه؟ بالسقف. تمام. طيب هل ينفع اللي أنا أقول اللي أنا عايز يعني أطلع حد وأنا مش مأسسه أخلاقيا ولا دينيا ولا شيء يخص الأمانة والصدق وفن التعامل مع الناس وفن التعامل مع الآخرين؟ فبالتالي لا. يبقى النشأة هي أصل الأصول العايد عليها الأب والأم. وذكرنا في الحلقة الماضية وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب راعي ومسؤول عن رعيته أي أبنائه. فالأب قدوة والأم قدوة، فهما مركز الأساس في التربية وتحديد إذا كان
ابنهم أو بنتهم مستقبليا هيبقوا إيه؟ صالحين أو طالحين. طيب كالمعتاد إن بيكون حضرتك تقول إحنا لازم يكون أساسه الأب أو الأم، أحيانا بيكون الأب بيتعامل مع أبنائه بأسلوب مختلف تماما عن الطريقة السليمة. يعني دايما نقول إن الأب لما بيكون شديد قوي يبقى حاسس إن هو ناجح، ده غلط. طب إيه رأي حضرتك في احترام الأب وحب الأب؟ بصي، شتاني شتاني بينهما، بين الاحترام أنا عايزة توضيح في الحتة دي بالذات، لأن كتير جدا من الأسر معتقدة إن أنا لازم أحترم أبويا بس ممكن ما أحبوش، أحترمه. طيب حضرتك وضح لي بقى. ده موضوع تاني بقى خالص. لا، ما أنا عايزة أتكلم في أساسه. ده موضوع شتاني 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 بين الاحترام وبين المحبة. تمام. الاحترام فرض، إما أن يكون إكراما مني وإما أن يكون خوفا من جاه الأب. تمام. خوفا من مكانة الأب، خوفا من تعامل الأب، خوفا من شيء يجلب لي العقاب أو يجلب لي شيء غير مرغوب به بالنسبة لي. تمام. فالاحترام له مواضع عدة. أنا بحترم أبويا عشان خايف منه، أو أنا بحترم أبويا علشان وجب عليا وأنا تربيت إلا أنا أحترم أبويا وأمي. أما حتة المحبة فدي نبعة برضو، وهنا التربية والتعامل بين الأب وبين أبنائه ده اللي بيأسس مدى محبة الابن أو الأبناء لهذا الأب. بمعنى دلوقتي إحنا خلينا قبل ما أخش في الحتة دي أبين فن التعامل مع الأبناء، إزاي أتعامل معهم الأول، إزاي أكون في بيتي راصدني أولادي، راصد تحركاتي، راصد كلماتي، راصد انتماءاتي، راصد أخلاقياتي اللي بتعامل بيها جوه البيت. خلاص. طيب هنفرق هنا بين نوعين. أول نوع الأب اللي هو الخلوق المحترم، عارف يعني إيه يتعامل مع أبنائه، عنده علم كافي بفن التعامل مع الأبناء، عنده شيء من الحكمة وشيء من التأهيل الكافي الذي يتعامل به عن طريق أشياء عدة مع أبنائه. خلاص. طيب الأمر الثاني إنه أب غير يعني محترم بالمرة، شايفينه بطريقة غير سوية في البيت، أخلاقياته غير محمودة في البيت، إلى غير ذلك من هذه الأمور الغير سوية. يبقى في الأول هنقول الأب الكويس اللي بيتعامل بأخلاقيات، بيتعامل بحكمة، بيتعامل برأفة، بيتعامل برحمة، بيتعامل بعلم، بيتعامل بتفكير ورؤية، بيتعامل على إن أولاده دول أصحابه وليس يعني بيتعامل بـ 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 بأسلوب أنا الأب يعني أغرمك أو ألزمك ما ينفعش. بس دكتور احيانا حضرتك طبعا بتقول قواعد جميله جدا، لكن احيانا الاب بيبقى رافض حته ان هو يصاحب ابنه، وده غلط، ويقول انا هصاحب ابني. لا، ازاي؟ ده احد اسباب عدم محبه الابناء لابائهم. بالظبط. خلاص. احيانا لما يقول حضرتك حاجه، اما يجي الاب داخل البيت بنقول الله ده بابا جاي بحب. طيب بناء عن ايه؟ عن تعامله الصح مع الولاد. صح كده. تمام. صح. لكن هو ممكن يستلزم قواعد زي ما حضرتك يلتزم بيها والاسس، بس بياخدها أول قاعدة بأوامر. اول قاعده أنا وادعو أنا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. واذا طلب الجدال في البيت مع الزوجه مع الابن مع البنت وجادلهم بالتي هي احسن، بعلم، بحكمه، بنصيحه، بشيء تربوي حميد.
يحببهم يرغبهم، وليس في شيء من أنواع الترهيب وفي شيء من أنواع يعني أنا عايزة أن كل أب دكتور في الحتة دي، أنا عايزك معلش أنا عايز حضرتك توضح لكل أب بالذات أن لازم يحب ولاده، يخلي الابن يحبه مش يكرهه. ما هو في بعض الأسر يعني يمكن أنا تابعت بعض الناس يقولك أول ما بابا بينزل ده عيد، افتحوا التلفزيون ارقصوا وغنوا ايه الحمد لله صحيح. مشي اول ما يجي ييه بابا جه ييه مش الله. بصي في قاعده بتقول لك المرغوب ممنوع والممنوع بس هما مع ما الله بس ايه بس ملتزمين مؤدبين بس من جواهم مفيش الحب اللي هو المفروض يتواجد ما بين الاب. ده علشان ايه بقى؟ ده علشان ايه؟ لان ما عندوش اسلوب التعامل. ليه بقى ما عنديش اسلوب التعامل؟ وكما تعودتي وكما المشاهدين تعودوا ان انا بقول شيء من العاميه. تمام. لما يكون اب بيجعر في الراحه والجايه في البيت. ايوه بالظبط. وان انكر الاصوات لصوت الحمير. لما يكون اب غير محترم بالمره. لما يكون اب كذاب. لما يكون اب صوته عالي. لما يكون اب بينفر وما بيرغبش. بيكره وما بيحببش. حاجات كتير. أيوة. سلوكيات كتير. اساليب ياما خلاص متعدده. فهو ده السبب ان قعده الابن او الابناء في البيت مع هذا الشخص الغير سوي والغير عالم بالاخلاقيات والغير عالم بفن التعامل مع الابناء ومع اسرته ككل، فبالتالي غير مرغوب بيه. يعني يقعد ده هو بل بالعكس لما بينزل بيكسر وراه قله. بالظبط كده. ما هو يعني ده اللي احنا بنتمناه ان اي اب لازم يحبب ابنه. في يقول لك لا انا مش عايز انا هيحترمني. ما هو ممكن الاحترامني ينتبه خوف. يعني انا بحترمه. طيب احنا خلينا نمثل مشهد كده ادام دخلنا في فن التعامل مع الابناء. ايوه ايه رايك امثل مشهد انا وانت كده على الهوا؟ خلاص. إيه انا الاب وانت بنتي، ايه رايك؟ تمام خلاص كده حلو. طيب قدامك انت كوبايه صح؟ طب في مداخله ممكن؟ طيب اتفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. ايوه انا دكتور هسال حضرتك سؤال. لو سمحت، لو في اب بيعين اولاده بالمال على الحرام يعني بيوصل لهم سبل الراحة كلها ويشتري لهم مثلا سيارة ويروحوا بقى أماكن وما يعرفش عنهم حاجة ويعملوا الحرام والآخر يقول أنا مش مسؤول عنهم عشان هم عندهم عقل وعارفين الحرام من الحلال، يبقى ده إيه؟ يعني هم انت تقصدي ان الاب بيأكل اولاده من الحرام؟ لا هو إيه؟ هي موصيه له سبل الراحه يعني هم جايب لهم كل حاجه. يعني هو موفر لهم كل طيب حاجه. طيب هو إيه هم بس ما بيسالش عليهم يعني مش متابعهم يعني بيعملوا الحرام يعني مثلا عادي يعني يعني جايب لهم كل حاجه روحوا تعالوا ما فيش حاجه يعني ما بيسالش عليهم. الاب الاب انا مش مسؤوله عن الحرام. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ صفا. صفا من دمياط. بص يا صفا، الاب راع ومسؤول عن رعيته اي اسرته. خلاص مسؤول. فبالتالي هيحاسب امام الله سبحانه وتعالى على كل شيء ادخله في بطونهم من حرام. هو يا دكتور هي ما بتقصدش ان هو حرام. ده اول شيء. سايب لهم المصروف. حلو حلو. ده اول يعني شيء يعني جايب لهم كل تمام حاجه. تمام تمام. ده اول شيء اذا كان هو من الصنف اللي هو ما عندوش ضمير ممكن يسرق يرتشي الى غير ذلك من الامور. تمام. اما اللي حضرتك طرحتيه اللي هو سايب يعني سايب الحبل كده على السايب زي ما بيقولوا. تمام. فهو بالتالي مسؤول، هو بالتالي برضو مسؤول قدام ربنا. تمام. ويعني في فعل هؤلاء يعني هم النشأة، هم يعني النشأة نشأة الابناء خلاص المسؤول عنها الأب والأم. إذا كانت النشأة من الأول غير سوية، غير سوية إزاي؟ ما هي غير سوية هنا تشتق إلى شقين. شق اللي أنا سايب الحبل على السايب، لا بسأل ولا بروح ولا بوفر بس. ولا بعاقب ولا بعمل ولا عادي اعملوا وافعلوا ما شئتم. وده من أخطر الأشياء اللي بتجلب فعلا في مجتمعنا ناس يعني أستغفر الله العظيم يا رب. أما الشق الآخر اللي هو
عنده نوع من انواع اللامبالاه، ما بيسالش عليهم، وفي نفس الوقت يعني مكرههم في عيشتهم خلاص. فانت بتتكلمي في حته اللي هو ايه، موفر لهم كل حاجه وسايبهم، اللي يعمل الحرام يعمل، واللي يطلع خامورجي هو يطلع، بيتهيألوا انهم خلاص كل حاجته من زبيته من ربنا خلاص بقى. لا هو مسؤول، وده غلط يعني، هيحاسب كده قدام ربنا على ابنه، اذا كان صالح هيؤجر، واذا كان فاسد وطالح برضه هيبقى. طب ما فيش نصيحه للاب ان احنا نقدر نوجهه لشيء، يعني هي من خلال المكالمه هي عايزه يعني ايه نقدر نصلح له حاله ازاي؟ بقول للاب ده، اتقي الله واعلم انك ستحاسب بين يدي الملك الجليل سبحانه وتعالى عن كل كبيره وصغيره منذ نشاه ابنائك. اذا كانوا صالحين اي ربتهم على الصلاح والقيم والاخلاق والدين وحب الوطن إلى غير ذلك من الأمور الحميدة، فهذا تؤجر أجر حسن. وإذا كنت لم تتقي الله في متابعتك ليهم ونصحهم وإعطاء كل ذي حق حقه منهم، ومعلش أبقى مبين لهم الطريق الصحيح من الطريق الغلط، ومبين لهم ده صح وده غلط وده حلال وده حرام وده معلش مش شرط ان هو يكسر الاموال، لا يعني هو لازم يوضح لهم الدنيا، او انا بساعدكم وبديكم بس لازم بتتصرفوا ازاي وبالعقل وبالهدوء عشان ما يعملوش اخطاء. يعني دي احسن نصيحه ليه، انه يتقي ربنا ويعرف انه مسؤول عن امام ربنا عن ابنائه. ماشي، شكرا يا فندم. خلاص احنا كنا بنقول في حته نمثل مشهد. تمام. خلاص من ضمن برضو فن التعامل مع الأبناء، خلاص أنت قدامك كوباية، أنت دلوقتي نفين بنتي صح كده؟ تمام. هنمثل مشهدين، أول مشهد في عنف شوية، خلاص أنا قاعد كده في الصالة على الكنبة في الصالون في الأوضة أيا كان إيه، يا نفين. نعم. هتلاقي بنت الكوباية دي فعل أمر. تمام. فعل أمر ده يسبب نفور داخل نفسية الولد بس، أو البنت. أنا هجيب الكوباية بس خلاص. مش طايق بابايا بس. طيب لو قلت لك يا نفين يا حبيبتي معلش أنا عايز أشرب، ممكن حضرتك تجيبي لي الكوباية دي؟ عينيا هجيبها على طول وكده. بس هتجيبيها بمحبة، خد يا بابا. أيوه خد يا صح. بابا صح. فشتاني شتاني بين هذا وذاك اللي بعده. تمام. ماشي معانا مداخلة. أم محمد ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه والله يا دكتور. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا محمد. عليكم السلام. عايز اسالك سؤال والله. اتفضلي. ايوه يا دكتور لو سمحتي. علي صوتك شويه لو سمحتي. انا نكتتي في مشكله حصلت كده. علي صوتك شويه يا ام محمد، ولو في تلفزيون ولا حاجه اقفليه او وطيه. هو التلفزيون اللي قدام. طب وطيه شويه التلفزيون وعلي صوتك لو سمحت يا حاج. طب كلمينا بقى مره ثانيه. عايزين برضو نوضح شيء. اتفضل يا دكتور. احنا بنتكلم على بناء يعني بنتكلم بناء على الخبره في الحياه. ايوه. وبننصح الناس علشان السادة المشاهدين ما يفتكروش ان انا دكتور متخصص في الكلام ده. انا يعني هو احنا ايوه هو بالفعل هو الدكتور بيتكلم يعني من خلال الحياه وممارسه الحياه اليوميه والمشاكل اللي موجوده، فاحنا بنحاول من خلال المشاكل ومن خلال الاوضاع اللي بنشوفها ومشاكل الاسريه بنحاول نوضح يعني ازاي نتعامل مع اولادنا، ازاي نفكر في حلول على اساس ان في حاجات كتير قوي بنخسرها واحنا مش حاسين باولادنا. يعني ممكن بعض الابهات بيتعاملوا باسلوب مختلف او الامهات مع اولادهم باعتبار ان ده احقيه اليوم ان هو يكون شديد انه يكون عنده قسوه، كل ده طبعا بيبقى من وجهه نظرنا احنا او بوجهه نظر العلم والدين اخطاء. لازم ان احنا يكون عندنا روح حلوه في التعامل ما بيني وبين ابني، مش غلط ان اكون صديق، مش غلط ان انا اتفاوض واتفاهم معاه وعشان يكون بيني وبينه روح التعامل يجي ما يخبيش عليا. في كتير اب يقول لك ازاي انا صاحب ابني، هو غلط يا دكتور ان حد يصاحب ابنه؟
لا ده مش غلط، يعني لغايه ده ما اللي ما يجي يصاحبش يعني ابنه. انا مثلا بابا انا عملت كذا بصي انا هقول لك واتكلمت. على حاجه، انا هقول لك على حاجه خدها قاعده، اتفضل. ويا ريت يكون كل اب قاعد بيشاهدنا يركز قوي في الكلام اللي انا بقوله ده. اعرف اللي ابنك بيكبر، واعرف اللي انت ما منعت الشيء عنه عن طريق الترهيب والعنف والعقاب القاسي الا وهو هيعمله من خلف ظهرك. تمام صح. فانا معلش اصاحبه واتقرب منه، واذا اخطأ هيجي يقول لي وهو مش خايف، فانصحه واوجهه اقول له لا ما تعملش كده تاني، لا كده غلط، ده بكل محبة وبكل حكمة وبكل يعني رحمة ورأفة. اما لو عنفته وتعاملت معه باسلوب فعل الامر، لا هو يعني ممكن يقول لك لا يا بابا، ويضطر انه يحلف بالله، يعني استغفر الله العظيم، يعني بالكذب لمجرد ارضائك فقط، لكن انت مش هتتابعه ولا هتشوفه هو على النت بيعمل ايه، هو مع اصحابه بيعمل ايه، هو لما بيخرج حتى لو الساعه ولا الساعتين اللي ماشي. بيخرجهم بيعمل ايه. فبالتالي انا صاحب ابني او صاحب حاضر. بنتي على قدر الامكان على قدر المستطاع، بحيث ان انا ما اخليش عندهم رهبه مني، لا يحبوني ويجي يحكوا لي، ولو اخطاوا لا ده انا لازم اروح اقول لي، ما يناموش ما يناموش، لو اخطاوا ما يناموش الا لما يجوا يقولوا لك يا بابا انا عملت واحد اتنين تلاته فانصحني، هل كده صح ولا غلط؟ فانت اللي بتحدد، يعني انت الأب اللي هو بتحدد. اللي اه بيحدد. طبعا احنا لسه قدامنا أسئلة كتيرة لحضرتك عشان هجاوبها معايا، بس هقول تابعوني بعد الفصل. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ونعتذر عن ما حدث، ونرجع لسؤالنا للدكتور. حضرتك قلنا الحديث هو مش حديث، هو نعتبر يعني بنحاول ان احنا نفهم الاسر ان الحياه ممكن مع اطفالنا تختلف في كذا مرحله. لو قلنا السبعه الاولانيين في المرحله الاولانيه، لعبه فن التعاون فيها ايه؟ بص لعبه سبعه او خلاص، يعني اتقرب منه، اللي انا اشوف اهتماماته ايه، اللي انا اشوف بيحب ايه، اللي انا اشوف كمان على فكره السن ده كمان ممكن يكره شيء او ينفر من شيء او يخاف من شيء، اعرف اتابعه بالظبط بيحب ايه، ايه اللي بيكرهه، ايه اللي بيخاف منه، ايه اللي ما بيخافش منه، الى غير ذلك من الامور، اتابعه متابعه جيده مع القرب مع اللعب، ما حسسوش ان انا قوام عليه، وما حسسوش ان انا شديد عليه، وما اتعاملش معاه بعنف، اتعامل معاه بكل رحمه بكل رأفه، بل اقول وازيد اتعامل معاه بنفس عقليته بالظبط. جميل. في المرحله دي، لان طبعا كتير من الاولاد يعني من ابهات اللي بيساعد، مثلا بيبقى الطفل مثلا عنده سنتين ثلاثه قام من النوم بيعيط، كان رد الفعل بيكون غير طبيعي، مش بيقوم ان هو يطبطب عليه ويقول له مالك، او ممكن عايز يشرب عايز اي حاجه، فبنلاقي رد عكسي جدا، وممكن يضربه، انت قمت ليه، انت عملت ايه. فطبعا دي اسلوب غير لائق ده مع بيبقى اب متخلف على طول. ما هو معظم الابهات في يعني سوري يعني ان في ابهات كتير عندها الاسلوب ده، هو معتقدين ان ده عادي، لكن هو طبعا والله بصي في آية حلوة قوي سامحوني، مثلهم كمثل الحمار يحمل أصفارا، أي يحملون الكتب النافعة والعلم النافع ولا ينتفعون به أو بهم في أي شيء. خلاص دلوقتي هو الأب يعني نشأ برضو، يعني الأب اللي بيتعامل بأسلوب غير أخلاقي وبأسلوب غير حميد، هو نشأ في بيئة برضو، يعني الذكاء هنا يقول ايه، انا لو كنت بتعامل من قبل ابويا مثلا في بنفس كذا الاسلوب وكذا وكذا وبنفسه، لا انا اعوض مع ابنائي اغير انا صح. كنت بتعامل كده، لا ابقى للافضل وللاحسن مع ابنائي، اما عمال يجعر ليل ونهار وعمال عامل لي بلبله في البيت وحاجه في منتهى قله الادب، فده هيربي ايه يعني، ده هيربي ايه، ده هيبقى عنده اسلوب ده غير هيربي ايه، وعايز تاهيل، هو ذات نفسه عايز تربيه وعايز تأهيل، يعني انت طب فاهمه؟ نقوله بقى السبعة التانيين، أدب. يعني ايه أدب؟ أدبه يعني ايه بقى؟ في ناس فاكرة أيوة اللي أنا أأدب أضرب، أيوة أرهب أشخط أنطر أخوفه أرعبه، لأ مين اللي قال الكلام ده؟ أحيانا السن أدبه يعني ايه؟ بس لو في الفترة دي يا دكتور، لا احتاج اسمعيني ما أنا هسيب حضرتك هنيجي في الكلام. العقاب ازاي أعاقبه لو أخطأ؟ تمام. هنيجي في هنتكلم في كل ده، احنا بنتكلم دلوقتي ادبه يعني ايه، ادبه دلوقتي بمعنى او عايده ادبه اخلاقيا،
أدبه يكون عنده شيء من الحكمة، أدبه إن يشوفك قدوة في كل شيء حسن، أدبه إنه ما يسمعش صوت عالي في البيت صوتك، أدبه إن أي خلافات بينك وبين زوجتك ما يعرفهاش الأبناء، وما يتمش المشاكل الخاصة بين الأزواج قدام أبنائهم، لأن ده بيعيد عليهم يعني حاجة مشاكل كتير. لا ده مشاكل نفسية ومعنوية وبيدمروهم خالص، ما بيبقاش عنده ثقة في نفسه وبيدمروهم خالص خلاص. فأنا دلوقتي أأدبه بأخلاقياتي أنا كأب، أأدبه بحكمتي أنا كأب، أأدبه برأفتي أنا وبرحمتي أنا كأب مع أبنائه خلاص. أأدبه اللي أنا أكون صادق، شايفني صادق في كل في كل شيء بقى وفي كل تصرفاتي. مش معقول يكون قاعد في أوضته ويضرب الجرس، ولا لو فلان سأل علي أقول له مش موجود. طب هو شايفك موجود، صح؟ ما هو شايفك موجود، أنت عايزه إيه؟ واختم من هذا الأمر، لو الأبناء أبوهم علي علوخة وأشرف كوخة يعني هيطلعوا إيه؟ وده غلط. فالشخص الأب اللي هو الغير واعي والغير يعني محترم بالمرة وغير يعني ما بيتعاملش مع أبنائه، ما بيتعاملش مع أسرته بشيء من الحكمة وبشيء من الرأفة وبشيء من الرحمة وبشيء من الأخلاق الحميدة، فهو عايز تأهيل، هو عايز تربية. معنا مداخلة؟ تفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. حضرتك الاستاذ اللي بيتكلم ده هو عنده حاجه في كل كلمه بيقولها صراحه، يعني تمام. هو الاب، انا ابا اولا بيشفط وبيشتم وبيهزق وبيعمل كل حاجه، ولو قلت الاطفال ما بيبص ولا كيلوف في دماغهم، بس الاب بيبقى بره ماشي في حاجه هنا معامله مع الاطفال ايه، ولا بيتابع الاطفال ولا بيعمل حاجه خالص، شال ايده من كل حاجه. الام اللي شافت الجحر في الاخر يعني، ويجيب اللوم بقى في الاخر على الزوج. ايوه، انت سبب في فشلهم، انت سبب يعني هو بي المشكله ان هو بيخلي الاخطاء كلها على حضرتك، يعني انت اللي مش عارفه تعملي حاجه. لا، ما احنا بنعمله كلها، بس ايه مثلا لو انا ضربت مثلا خوضت الولد، انت بتضربيه ليه؟ انت بتعملي ليه؟ ويقعد يزعقلي ومش خوضتيه، وقولي ما تضربوش، خلي الولد بقى يشوف نفسه وهو بيتعمل يعني هو بيشد، هو مش عايزها تضربه. هو مش عايزك تضربيه ولا عايزك تضربيه؟ انا مش فاهم. طيب هو دلوقتي هو ضد ضربك للاولاد، اي عقابك للاولاد؟ طيب العقاب، انت اسمك ايه الاول يعني؟ ارجو تبقي تقولي اسمك. ام محمد. ام محمد، بصي يا ام محمد، العقاب للابناء له اسس وله حكم وله فن في طريقه العقاب ذات نفسها. يا ام محمد خلي بالك، الضرب العنيف والترهيب ما بيجيبش نتيجه، بل بيقلب عكسي، خلي بالك. وكل لما يكبر، كل لما هيعاند في الشيء اللي انت عاقبتيه بطريقه غير سليمه. فبالتالي انقي سبل العقاب ازاي بقى؟ العقاب الصحيح اللي انا اشوف هو بيحب ايه وبيكره، وبين له انت لو عملت الغلط ده او عملت كده تاني هتحرم من ده. هتحرم من ده، فبالتالي هيحط في دماغه ان لو ماما شافتني وانا بغلط هتحرمني مثلا من المصروف، لا مش هتجيب لي مثلا شيبسي، او مش هتجيب لي حاجات انا بحبها، الى غير ذلك من الامور. مش العلاج هنا الضرب. انا كل لما بضرب، كل لما هو بيعاند، وكل لما انا بضربه تابعينا يا ام محمد، تابعيني. فالضرب هنا والتعنيف غير محمود بالمرة، بل بالعكس هو بيخلي الطفل بينشأ نشأة غير سوية. خلي بالكو، لأن موضوع الضرب وموضوع العقاب بطرق غير علمية وغير يعني سوية، خلي بالكو أنتوا بتدمروا أبنائكم. أنا مش معنى ابني غلط أو مش معنى ابني خالفني في شيء فأنا أرهبه وأنا أعاقبه وأنا أضربه فهو ده هيتصلح، لا، ده هو ممكن يعمل الغلط من وراكي ومش هتعرفي، ده هو ممكن يعاند من وراكي ويعمل الشيء ده من غير ما انت تعرفي، لا انت صاحبيه قولي له ده صح يا حبيبي وده غلط، ولو عملت كده انا مش هديك مصروف.
خوفيه من الطريقة دي، هو عايز يخرج يلعب مع أصحابه، بيروح مدرسة، بيروح درس، عايز يبقى في جيبه مصروف، فبالتالي ده عامل أساسي بيفرح بيه أي طفل. أنت سواء بقى كان إيه المصروف اللي بيحدد ليه، تمام؟ فده فده شيء. لو عملت كده تاني انت مش هتاخد مصروف مثلا لمده يومين، فيبقى قاعد زي الالف خوفا من منعه من المصروف. طبعا. الحاجه الثانيه، شوفي هو بيحب ايه، بيحب يروح لمين من افراد العائله، بيحب يصاحب مين، بيحب يلعب امتى، وبيخرج الشارع امتى، فتعاقبيه على اساس محبته للاشياء. لا، انت لو عملت كده مش هتخرج تلعب النهاردة، انت لو عملت كده مش هديك مصروف لمدة يومين، لا انت لو عملت كده مش هعمل لك الحاجة اللي انت بتحبها. فبالتالي انا اتقربت منه، فبالتالي كان في شيء من انواع الرحمة والرأفة في التعامل، وبالتالي انا حببته في انه الشيء ده غلط فمش هيعمله تاني، بدون بقى نفور وبدون قلق منه وبدون يعني خوف. اصل موضوع الضرب بيولد خوف، والخوف بيولد امور نفسيه كتير. احنا في غنى عنها، وممكن تدمره يعني على او على الطريق، على مستقبله وعلى حاجات كتيره جدا. اساس الاسره هي اساس كل حاجه. طيب معانا مداخله تليفونيه. الو. من الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي حبيبتي. الحمد لله، ازي حضرتك؟ اتفضلي. انا بشكرك جدا على البرنامج الجميل ده بصراحه. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي. والله استفدنا كتير والله. الله يخليكي يا رب، الله يخليكي. عندي مشكله مع ابني وعايزه اقولها، ممكن لو سمحتي؟ اتفضلي. انا ابني دايما في المدرسه، هو شكله وحش بس دايما في المدرسه بيقول لي انت شكلك مش حلو. يعني لو خرج بره بيقللوا من شكله، انت شكلك مش كويس. انا مش عارفه اعمل معاه ايه. بيقولوا شكله يعني بيتنمروا عليه. بيتنمروا عليه. انا هو بقى بيجي يعيط ويبقى زعلان كده. تمام تمام. طب دكتور حضرتك ترد على السؤال ده. طيب بالنسبه للاب بيعامله ازاي في البيت؟ شكرا يا فندم، اسمعيني. طيب حضرتك قول. قولي اسم اسمها. هي من الفيوم. اسمها ايه؟ حضرتك اشرح بقى. طيب المتصلة، هنقول اسم يعني مش هنقول اسم المتصلة، مع ان من المفترض المتصل اعرف اسمه علشان اعرف اجاوبه واقول له ركز رانيا. معايا اسمها رانيا. بصي يا استاذة رانيا او مدام رانيا، دلوقتي حتة الثقة بالنفس ما بيتمش زعزعتها خارج البيت اولا. لا، هي بتبقى من البيت الاول. شوفي الاب بيعامل ابنه ازاي. لو بيعامله بكل ثقة وبيزرع فيه ثقته بنفسه، تأكدي مفيش حاجة هتضره من أقوال الناس. لو انت بتعاملي ابنك انه على أساس راجل ومالي هدومه وانه ما شاء الله قمر وعسل وعمالة تحفزيه بالكلام وبتديله الثقة الكافية، سواء كان في تصرفاته، سواء كان لما بيعمل حاجة كويسة، سواء كان لما بيكتب واجبه، سواء كان لما بيلتزم في حضوره في المدرسة، إلى غير ذلك من الأمور. يعني كده دكتور نعتبر أن البيت هو أساس. البيت أساس أي مشكلة مع الأبناء نبعة من البيت، الأساس من البيت. خلاص. مش ما هي هي زعلانه ان حلو. في المدرسه في المدرسه بيتنمروا. يبقى انا ازرع في طفلي ايه؟ ازرع في ابني ثقته في نفسه. بس ثقته بنفسه عن طريق ايه؟ مفيش حد احسن منك، مفيش حد احلى منك، مفيش. عن طريق التحفيز بالكلمات. تمام. عن طريق الـ 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 الجوائز اللي انا ممكن اديها له بناء على مثلا عمل شيء. انا عايزه اقول بس بدون قطع حركه ان استاذه رانيا، ان موضوع التنمر ده بالذات في كتير، وحضرتك ممكن تعرف من ناس ليهم وضع وكيان في المجتمع، ومش هذكر طبعا اساميهم، بس كان كتير جدا في ايام الدراسه بيتنمروا عليهم. يا استاذه نيفين، احنا كلنا في مدارسنا تعرضنا لهذه المواقف. ايوه بذاكر الحافز يا دكتور. حلو. ولكن انا دلوقتي لو عندي عدم ثقه بنفسي،
انا هزعل من التنمر ده. اكيد لو عندي ثقه بنفسي اقول له اجري يلا شوف بص في المرايه الاول قبل ما هو احيانا بيبقى التنمر مش بالفرد، ما هو بيبقى ممكن مجموعه متنمرين عليه، وده من اصعب ما يكون. ده من اصعب ما يكون يا دكتور. مهما كان انا لو عندي ثقه بنفسي يقولوا اللي يقولوه. هو موضوع التنمر ده بيبقى صعب، احنا مش هنختلف فيه صعب، بس انا قبل ما اتكلم في موضوع التنمر واحله ازاي، عايز اتعامل مع ابني او بنتي بكل ثقة، ازرع فيهم الثقة، احفزهم، اخليهم ينشأوا نشأة سوية مظبوطة في بيئة سوية، في بيئة أخلاقية مظبوطة مليئة بالحكمة ومليئة بالرحمة ومليئة يعني بالرأفة ومليئة. يعني هي بتتكلم على الشكل، هي بتتكلم على الشكل ايا كان شكله، فهو انسان يعني، ده انسان تزرع ما هو من جواه هيبقى فيه نفور من بعض الاشياء. الام بقى في اللحظه دي او الاب تعامل معاه بقى بكل حكمه وبكل موضوع حب. ايوه وبكل موضوع عنده كل حب يعني مثلا تقولي له دايما تحسسين هو كويس جدا، لازم تقولي له ولا يهمه اي كلام حد يعني انسى الكلام ده كله طلعه من دماغك. جدا يا استاذه نيفين مهم جدا انها تزرع في الابن او البنت شيء زي مثلا هم ما بيتنمروش عليك إلا وإذا في شيء عاجبينهم أو في شيء هم معجبين بيه عندك أو في شكلك أو في أسلوبك أو في كلامك أو في نجاحك محرومين منه. وتبدأ تديله أمثال تقول له الشجرة المثمرة لا يقذفها الناس إلا بالحجارة. فمعنى كده كل لما أنت هتكون كويس وكل لما هيزداد هيلتفوا حواليك حتى لو ضايقوك فطبعا ما يهمكش خلاص بقى. طبعا أنا حضرتك أنت تبقي جنب ابنك وتقويه وتخليه هو ما يهمهوش أن الولاد يعني بيتنمروا عليه، بالعكس تحسين والأهم الأهم في نفسه. والأهم عشان قبل الأهم وناخد المفارس. مفارس يلا يلا معنا مفارس. الو ايوه ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي حضرتك يا دكتور. يا مرحبا ام فارس، ممكن اسال حضرتك على سؤال؟ اموريني. هو حضرتك انا ابني عنده 4 سنين بيعاند معايا جامد، وباجي برضو احكي مثلا تعبه واحرمه من حاجه، ما برضو ما بيسمعش كلامه يعني، ما وبيبقى دايما حركه كتير. فكنت عايزة أعرف أن أتعامل معاه. طيب أنا عايز أسألك سؤال. أيوه. هل بتعاقبيه على شيء فيه يعني نوع من أنواع الترهيب ونوع من أنواع العنف؟ لا. طيب يعني دايما مثلا لو هو بيحب حاجة أو يعني مثلا أي حاجة لعبة أقفلها أو كده أقول له لما تسمع الكلام الأول برضو لا ما تسكتش او يسمعني لا. هو بيعاند معاكي يعني كل حاجه عنيد معاكي. طيب نصيحتي جربي تستجهلي شويه بس وانت متابعاه من بعيد. يعني هو اصل ممكن العناد يبقى دلع، ممكن العناد يبقى لفت انتباه، ممكن العناد يبقى يعني ايه بيظهر نفسه شويه خلاص. ليه بقى؟ لان ممكن برضو بص احنا عايزين نوزن الامور، خير الامور الوسط، لا دلع قوي ولا اشد قوي، واذا شديت او ما شدتش قوي كده خلاص اعرف ازاي اعاقب بالسبل اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب في كثير من الاطفال وكثير من الابناء لما بيلاقوا اهتمام زائد فبيتدلعوا في حته ايه يعني بيبقى عندهم نوع من انواع الاستهتار الظاهر منه اللي هو بيتدلع. خلاص يعني عندي ده دلع. في كتير، في حاجات كتير اللي هو بيعاند بيظهر نفسه انا مش هعمل كده اهو. اللي هو معلش في اطفال برضو تتدلع كده، لا انا هعمل كده وتطلع لسانها مثلا. يعني كلنا شفنا اطفال خلاص. انا الحل جربي انك تعملي نفسك مستهجله خالص، استجهليه خلاص، يكون في نوع من انواع الاستجهال خلاص، وفي نفس الوقت انت عينك عليه بس ما بينلوش يعني ما بينلوش انت شايفاه. انا زعلانه منك اعمل بقى اللي انت عايزه براحتك يعني. مش في دماغك اعمل اللي انت عايزه، مش هيهمني. مش فاضيه دلوقتي انت هتعاند عينك. انا جعان يا ماما، شوف حاجه في الثلاجه كلها.
ابدأي قلي في الاهتمام شوية وخدي انطوائية شوية، وفي نفس الوقت وانتي متابعة هيجي بقى يتلزق فيكي بالبلد كده يتمحى، ايه يا ماما مش عارف، طب ما تزعليش كده. يعني يا ساعات اولاد بيبقوا عايزين ياكلوا فانت بتحط لهم الاكل، لا مش عايزين ناكل، لا مش هاكل خلاص عند، يعني مش هو عايز تاكل، طب خد راحتك بس، خلاص مش عايز تاكل خلاص يا روحي زي بالظبط كده، يعني هيجوع وهياكل تجاهليه مسافه ما انت هتقومي. اصل هو بصي موضوع الاكل ده كمان الطفل دلوقتي او الابن بيعاند ليه في موضوع هو في مخيلته ان هو عايز ياكل شيء تاني خالص، حاجه تانيه يعني ايه في مخيلته او خطرت على باله وعايز ياخدها، فبيعمل ايه؟ بيضغط على الاب وعلى الام انه لا مش هاكل، ويتقمص على الاكل اللي ويزعل قدام. خلاص مصر بقى على اللي هو عايز تاكل يا حبيبي، خلاص انت حر، لما تجوع باكل وانا اكل قدامه واخلص اكلي واقوم اغسل ايدي واقعد ولا كده. هتلاقيه والله العظيم مش هيتخطى نص ساعه او ساعه هو اللي قال لك انا جعان يا ماما الحقيني هاتلي الاكل تاني. يا ريت تكون وصلت لك حضرتك الرساله. طيب يا دكتور، احنا قلنا طبعا هل من الصح ان احنا نتسيب مع اولادنا لفتره طويله؟ ايه يعني نسيب اولادنا فترة طويلة كده؟ احنا بنقول ايه؟ احنا عايزينهم يبقوا رجالة ويعتمدوا على نفسهم ونسيبهم. لا ما ينفعش طبعا، ما ينفع. اذا ما كانش في متابعة من الاب ومن الام الابن هيضيع او البنت هتضيع. لو ما كانش في رقابة من الاب والام اولادهم هيضيعوا. يعني هو لازم يكون في شروط معينة او يعني لازم لا يعني ان احنا برضو نبقوا شداد، ولا يبقى في مرونه، ولا في فن؟ يعني انا عايز افهم بقى ايه. ان جعلناكم امه وسطا، كل شيء وسط. العقاب يكون مفيش فيه نوع من التعنيف والارهاب والى غير ذلك من الامور. انا اختار العقاب ما يتناسب مع ابني ده في ايه، اشوف هو بيحب ايه وعاقبه امنعه منه فهيتظبط، او هيخاف اللي هو يعمل كده تاني علشان هيتمنع تاني من هذا الامر اللي هو ايه بيحبه، الى غير ذلك من الامور دي. طب ايه راي حضرتك في الام اللي بتبقى سعيده جدا لما يجي ابنها يقول لها ماما انا سمعت طنط بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، تقول له الله يا حبيبي برافو عليك، وقالت ايه تاني؟ ايه راي حضرتك؟ ما هو شايف بقى ايه امه على المصطبه عماله تجيب في خلق الله، عماله تجيب في سيره خلق الله، ويامه ابتسام ويامه لواحظ ويامه مش عارف ايه، وامه ابتسام طلعت السلم النهارده ونشرت وقالت وعادت وبتاع. راي حضرتك ايه؟ يعني احنا بنربي ايه بقى في الحته دي في اولادنا؟ هو بقول لك هو بيسمع مهازل، فبالتالي عايز يجي يتسابق في نقل المعلومات او الفتنه. رد فعل الام ساعتها بتبقى ايه؟ ما تعلمش رد فعل الام طبعا، ما هو تبقى مبتسمه سعيده. مبتسمه ايه؟ ده بيبقى رد فعلها نيل تعالى يا حبيبي وتاخده على حجرها واحكي بقى عملت ايه وكانت لابسه ايه يا ولد. يخرب بيتك يا شيخ. طب نصيحه تقولها للام ايه؟ والله انا نصيحه ان انا ما اعودش ابنائي على نقل الكلام، اخليهم يعرفوا يعني ايه غيبه ويعني ايه نميمه ويعني ايه فتنه، والفتنه اشد من القتل. لازم ازرع الكلام ده فيهم وما استمعلهمش، يعني ما اديهم الحته دي وما نجيبش خالتي وستي وعمتي. لا لا ما ينفعش في سيره حد، لا عيب حرام، ما تنقلش كلام حد. بس طب يعني كلمه كده حلوه جميله من حضرتك تنصحها لكل اسره عشان نقول نربي جيل سليم، جيل سوي، تقولها لنا كده. طيب معاكي ورقه وقلم تسجلي؟ هسجل. طيب ماشي. اولا النشأة الدينية، الحلال الحرام. اتنين الاخلاق، مش هيكتسب ويبقى عنده اخلاق غير لما يشوف الاب والام قدوه ليه. تلاتة يكون في حكمه ويكون في رحمه ويكون في رأفه بالابناء. اربعه اصاحب ابنائي واختار مستوى العقاب على قد الفعل بس بطريقه فيها نوع من انواع الحكمة. ازاي؟ وبكررها، العقاب مش معناه ضرب، العقاب مش معناه تعنيف، العقاب مش معناه اني يعني ارهبه واخليه معلش يستخبى ويعمل حاجات غريبة. بل في اطفال والله العظيم يعني بتعمل حمام على نفسها. أيوة خلاص أيوة من الخوف أيوة. ومن التعنف والخوف. خلاص فانا دلوقتي اعمل ايه؟ انا اعاقبه اشوفه بيحبه ايه اللي بيحبه
ودلوقتي اقول له انت لو عملت كده تاني انا همنع عنك المصروف لمده زمنيه معينه، انت لو عملت كده تاني مش هجيب لك اللي انت بتحبه، لو عملت كده تاني مفيش خروج النهارده يعني دايما ايه بيبقى عندي تهذيب او خلاص يبقى في حكمه يعني في وفي حكمة رحمه وفي رأفه ونكون قدوه لابنائنا في بيوتنا ونعلمهم الدين ونعلمهم الصح من الغلط ونراقبهم ويكون في رقابه ويكون في مصادقه ويكون في حاجات كتير بقى الى غير ذلك من الامور. والله احنا الوقت بتاعنا جري بسرعه طبعا وجود حضرتك. واهم حاجه واهم حاجه قبل ما تختمي ان نعلم ابنائنا حب الوطن. نعلم ابنائنا ونخليه يعني نخلي ابننا او بنتنا عندهم انتماء لجيش مصر العظيم. صح. انتماء لدولتنا العظيمه، انتماء وحب وطننا العظيم. وفي اخر حديثي كما تعودتم تحيا مصر ويحيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الامه العربيه. تحيا مصر وتحيا قائدنا عبد الفتاح السيسي الرئيس الجميل. ودايما نقول لاولادنا يكون عندكم روح الانتماء لوطننا للوطن ومحبين للوطن ومحبين للرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكرا والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.